هاي بنات، فيديو النهاردة هنتكلم عن حب النفس والذات، وان ازاي المجتمع الحالي بيشوف ان حب النفس والذات ان دي انانية. فيديو النهاردة هجاي اقولك عادي تحبي نفسك وتحبي ذاتك وعادي تكوني انانية. انا من الاشخاص اللي كان عندي شوية ارتباك او مش ارتباك كونفيوشن، يعني ما كنتش فاهمة يعني ايه الفرق ما بين حب النفس والأنانية، لأن كان دايما أهلي شايفيني إن أنا بحب نفسي بزيادة، فكانوا دايما يقولوا لي أنتي أنانية. فلما كانوا بيقولوا لي أنتي أنانية أنا كنت فاكراها كلمة سلبية أو حاجة وحشة أنا يعني بعملها. بعد ما العمر شاب والشعر الأبيض بدأ يظهر، جاي أقولك عن تجربتي عن حب النفس والأنانية. المجتمع دايما بيشوف ان البنت اللي تحب نفسها وتهتم بنفسها وتحترم وقتها وتدي كل طاقتها لنفسها بيشوفها ان دي انانية. انا جاي اقولك ان عادي ان انت تكوني انانية، ان عادي تكوني انسانة بتحبي نفسك، ان عادي تكوني انسانة بتحبي تاخدي كل حاجة لنفسك مادام ما بتجيش على حقوق اللي حواليك. للأسف أهلي كانوا بيشوفوا حبي لنفسي إن ده أنانية، بس لما كبرت عرفت إن ده نوع من أنواع التنمر عليا. للأسف ممكن الأهل من غير ما يقصدوا يكونوا متنمرين عليكي. كانوا دايما يقولوا إن أنتي أنانية بتحبي نفسك ما بتحبيش تساعدي الغير. في المقابل أنا كنت أصغر طفلة ما كانش فيهم حد بيساعدني، أنا كبرت لوحدي، أنا حققت نفسي لوحدي. أنا كنت الطفلة الصغيرة المنسية اللي هي طفلة ما بتكبرش، يعني ما اهتموش بيا وقت المراهقة، ما اخدوش بالهم من مشاعري وقت البلوغ، ما اهتموش بيا وقت ما كنت عايزة اتفسح واخرج واشوف الدنيا. لا، كنت حاجة كده صغيرة ما بتكبرش، عيلة بتلعب في البيت، فكانت كل حاجة متوجهة ليا منهم كطاقة سلبية وكلام سلبي. فكانت النتيجة ان حبيت نفسي بزيادة وللأسف نفروني منهم. بس لو بنت تانية ممكن لأما تاخد نفس الطريق اللي أنا أخدته، أو إن هي فعلا تكره حياتها وتاخد كل الطاقة السلبية والكلام السلبي عليها ويأثر على نفسيتها، فيكونوا ما طلعوش أي حاجة غير إن هم دمروها نفسيا وطلعوها شخص بيكره نفسه. يبان إن هي بتحب نفسها بس هي من جواها ما عادتش قبل أصلا إن هي تحب نفسها. وللأسف ده نوع من أنواع تدمير النفس. لو انتي اخترتي الطريق التاني اللي أنا ما أخدتوش، يبقى انتي بتدمري نفسك، يبقى انتي سبتيهم يدمروكي وياخدوكي وياخدوا نفسيتك للأرض. وده اللي أنا جاية أساعدك فيه النهاردة. ما تسمحيش لأي حد في حياتك مهما كان دوره في حياتك أو السلطة بتاعته عليكي إن هو يأثر على نفسيتك وياخدك للأعماق الكئيبة. ازاي احب نفسي وازاي اتعامل ان انا بحب نفسي وابين للمجتمع واهلي وكل اللي حواليا ان انا فعلا شخص بحب نفسي؟ اول حاجة احترم وقتي واحترم كينونيتي واحترم واحط باوندز، واحط حدود ما بيني وما بين اي حد. مش اي حد يدخل اوضتي، لازم يخبطوا على الباب. مش اي حد يتصل بيا في وقت او ممكن يبعتوا مسج وممكن نتكلم معاكي دلوقتي. كنت عملت فيديو ازاي تخلي الكل يعملك 1000 حساب، هسيبلك اللينك في الديسكريبشن تحت. جيبي ورقة وقلم، اكتبي كل حاجة بتحبي تعمليها لنفسك واعملي لها وقت، خصصي لها وقت. نامي كويس من 7 ل 8 ساعات كل يوم، اسمعي لموسيقى وارقصي ودلعي نفسك وبسطي نفسك. جيبي لنفسك الشوكولاتة اللي انت بتحبيها من وقت للتاني عشان احنا متبعين لايف ستايل صحي. اعمل كل حاجة بحبها، اخرج مع صحابي اللي بيدوني طاقة ايجابية، ابعد عن الناس اللي بتجيب لي طاقة سلبية واللي بيسحبوا طاقتي وبالعكس ده بيدولي طاقة سلبية. حاولي دايما ان انت ما تديش ودنك للناس دي، ابعدي عن الناس دي، حطي حاجز دايما كده، حصني نفسك زي الحصن بتاع زمان، القلاع بتاع زمان. انت في المجتمع حاليا في عصر السوشيال ميديا مع اختلاف كل حاجة، لازم تبقي محاوطة نفسك بهالة كده زي البابل بتاعتك كده، انت قاعدة جواها محدش يخترق البابل دي، محدش حتى مسموح له انه يوجه لك بأي طاقة سلبية او حتى كلمة سلبية تأثر عليكي وتاخد نفسيتك تحت. احط خطة لنفسي، ايه اللي انا بحبه اعمله، ايه الحاجات اللي انا بكرهها اسيبها، حتى لو الشغل بتاعي ممكن
احنا بنستحمل الشغل في الاول عشان يعني بيبقى عندنا مسؤوليات مصاريف والكلام ده كله، بس دايما ببقى حاطه في خطتي ان انا هستحمل بس الشغل ده لغايه ما يبقى عندي القدره اسيبه واروح لحاجه بحبها. اخطط لرحله نفسي اروحها واستمتع بيها واخد اصحابي اللي هم بحبهم وبيدوني طاقه ايجابيه، والاهم سافري لوحدك وتعرفي على ناس جديده، اعملي ثقافات جديده، ابعدي عن اي حد بيديكي طاقه سلبيه ويقعد يكرهك في نفسك. اعرفي ان حد بيكرهك في نفسك اصلا ده حد مش بيحبك، وممكن يكون هو بيحبك بس هو بيضرك وبيأذيكي، فانت لازم تحمي نفسك وتبعدي عن الشخص ده على قد ما تقدري، او لو هو مش مهم في حياتك طلعي بره حياتك وخلصنا. سافري اتفسحي اتعرفي على ناس جديده، احنا متابعين على الانستجرام ناس بتسافر، بنات بيسافروا وسولو ترافلر. يعني انا حاليا لقيت على الانستجرام اكونت لبنوته اسمها نور، دي بتسافر لوحدها بتروح كل حته، مع انها عندها انتقادات ان في ناس يعني كرهاها وتقعد تقول انت ما تستاهليش السفر والفلوس، انت تخينه، انت بشعه، انت يعني اعرفي ان الطاقه الناس الغلاويه دي يعني هيبقوا في حياتك لازم، يعني فاهمين، فانت لازم تمرني نفسك كده، تعملي تمرين مع نفسك ان انت تحمي نفسك من الناس السلبيه دي، لانها هي هتبقى موجوده في حياتك بمراحل. فانا كنت في الاول كان عندي اهلي فبعدت شويه عنهم، عندي بعد كده هقابل شويه من الاصحاب بعدت عنهم خالص، عندي شويه من الفولورز يقعدوا يكتبوا كلام سلبي بلوك وخلصنا، وهكذا. فلازم تعودي نفسك ازاي تتعاملي مع الناس دي. مش حابه اقول الاشكال دي بس قلتها. لازم توقفي اي علاقه سامه موجوده في حياتك، ودي حاجه من ممارسات حب النفس وان انت تحترمي نفسك. اي حد يوجه لك كلام سلبي اقطعيه، فابعدي عن العلاقات السامه. تاني حاجه ما تقارنيش نفسك باي حد حواليك، لان دايما كان عندنا عاده كده واحنا صغيرين دايما يقارنوا ولاد العم وولاد الخاله ببعض، فكان دايما عندك الاحباطات والصراع، وده بيؤدي الكره جواكي وكده وحاجات مشاعر وحشه حتى وانت صغيره. ودي اتشبكت بكذا ودي اتخطبت بكذا وده فستانها اغلى من دي والكلام ده كله. دايما ابعدي عن اي مقارنات، انت مفيش حد شبهك، انت كده جوهرة نادرة الوجود، مفيش حد هيبقى شبهك، وتعاملي مع نفسك على هذا الاساس ان انت جوهرة نادرة. ازاي اتعامل مع اي حد بيوجه لي نقد سلبي؟ ان اقعد كده مع نفسي افنط الكلام ده تاني، هو الشخص ده بيقول لي عشان هو فعلا بيحبني ولا هو فعلا غيران وحاقد عليا ومتضايق مني، او هو اصلا شخص مش فاهم. برضو من الحاجات المهمة قوي اللي لازم تعمليها لنفسك ان انت تسامحي نفسك على اي حاجة، وما تاخديش نفسك مقياس على كلام الناس ليكي. مهما حد يقولك انت ايه، اقعدي مع نفسك فنطي الكلام وشوفي انت فعلا كده، لو في حاجة غلط زبطيها، لو ما فيش حاجة غلط خلاص انا حرة انا كده. ما تخليش اي حد برضو من هب ودب يدخل حياتك يديكي كلمتين في جنابك ويمشي، حتى لو هو كان مين، هو انا مش عارفه هو مسموح له اصلا الشخص ده يديكي كلام سلبي على اي اساس؟ انت طلبتي رايه؟ ما اعتقدش ان انت طلبتي راي حد انت عارفه ان هو اصلا بيديكي طاقه سلبيه. فلازم الناس دي تطلعيها بره حياتك، ما تسمعيلهاش، ده بالعكس تقول لهم انا بحب نفسي وانا بحب ان انا بحب نفسي وراضيه، انتوا متضايقين ليه؟ وحسسي الناس ان حبك لنفسك وانانيتك ان دي حاجه حلوه وطبيعيه ان انت تحبي نفسك. وبعد كده اللي بيحب نفسه يا جماعه بيفيد على الناس التانيين. في كتاب جميل جدا لأوشو عن الحب، ودايما بيكلمنا في الكتاب ده ان انت لازم تحبي نفسك، لان انت لو بتكرهي نفسك مش هتعرفي تحبي حد، نفسك انت مش عارفه تحبيها اللي هي انت. فلازم تحبي نفسك اولا، بعد كده تكبي حب على اللي حواليك. فلازم تصنفي الناس وتعرفي الناس وتفنطيهم وتعرفي كل واحد بيوجه لك الكلام ده ليه، عشان يكسر مقاديفك، عشان يطمرك، عشان يحبطك، عشان غيران منك. فانت لازم تبقي من جواكي كده بتضحكي على الشخص ده يعني ولا اي حاجه، وبرده ما تسمحيش لاي حد يديكي اي كلمه بدون ما انت تساليه رايه. يعني لما حد يكلمك ويكرهك في نفسك ده، هو انا طلبت رايك؟ هو انت ايه اللي خلاك تفتكر ان رايك اصلا مهم؟ هو انت اصلا مين في حياتي عشان تقول عليا كده؟ يعني وكلميك كده او كلمي الشخص ده، انت مين اصلا؟ ما تشوف نفسك اولا، يعني ما تشوف نفسك، قيم نفسك قبل ما تقيمني. انا ممكن برضو اتكلم عنك واقول ان انت كذا 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 زي ما انت بتقول عليا، تمام. اهم حاجه اي حد يوجه لك صفه ما تاخديهاش على نفسك ان هي حاجه وحشه، فنطي كويس كل حاجه بتتوجه لك وعرفي هي بتتوجه لك انت ليه.
واعرفي برضو انه ممكن الشخص ده هو اصلا مش مدرك، يعني هو ممكن يكون حد قريب منك وبيوجه لك كلام سلبي بس هو مش قصده يعني ان هو يوجه لك الكلام السلبي ده. فانت تقولي له يعني انت قيمت ده على اي اساس؟ يعني هو ما فيش ستاندر، ولو بحب نفسي وانا انانيه انت ايه مشكلتك في كده؟ يعني ده بيأثر عليك انت كشخص ازاي؟ ده يعني بيهز شخصيتك؟ ده بيقلل من حبك لنفسك؟ ما عادي احب نفسي، عادي اكون انانيه، عادي اجيب لي نفسي اللي انا نفسي فيه واحترم وقتي وادلع نفسي واسافر واتفسح، وعادي ما اديش وقتي لاي حد، وعادي ان حد يطلب مني حاجه واقول له لا انا مش قادره اديها لك، ما فيهاش حاجه. فافتكري ان الحاجات دي ملهاش ستاندر، ملهاش مقاييس. ممكن في عادات وتقاليد حطت العيب والغلط والصح. احنا يعني انا كشخص انا بشوف الصح اللي شايفاه صح واللي يناسبني واللي حاسه ان هو فعلا يضيف لي ويديني بوش للامان. ده كان فيديو النهارده بنات، اتمنى ان هو يكون فاتكم واستفدتوا منه. لو انتوا فعلا استفدتوا منه اتمنى تشيروا ما بين اصحابكم، وما تخليش اي حد يهزكم. يا جبل ما يهزك ريح، انتوا اقوياء. خلينا مع بعض نشجع بعض ونحقق احلامنا مع بعض ونرفع من روح بعض. لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها لي في الكومنتات تحت وانا هرد عليكم. ولو حابين تتكلموا معايا كل وان تو وان نتكلم وندردش ونحط ليكي خطه وهدف ونحقق ونساعدك في تحقيق احلامك، هتلاقيني سايبه اللينك على الانستجرام، تقدري تحجزي معايا سيشن. واتمنى ان انت تعملي فولو على الانستجرام وتتابعي اليوميات الصحيه المنظمه على الانستجرام ستوريز. واشوفكم في فيديو جديد. باي باي.